وأنا وصغيرة كانوا يغنوها أهلي بالأعراس. يعني بتعرف إحنا كنا ننصب أسبوع، ثلاث أيام، خمس أيام، كانوا هالناس يجوا ببيت الشعر وببيت جدي رحمة الله عليه. وكنت أنا صغيرة يعني أسمع الأغاني وأحفظها وأتأثر فيها. من أكثر الأغنيات اللي كانت تتأثر فيه هي هيا على هيا. طبعا هم كانوا يغنوها في إيقاع أبطأ، ولسبب ما كانوا يغنوها دايما في نهاية الحفل أو في نهاية العرس يعني. ولما كبرت وقررت أني أغني إشي من التراث، كانت هاي أول أغنية خطرت في بالي. لا يوجد قصة أنه واحدة حبت واحد وأهلها كتلوها، هذا الكلام يعني ما له علاقة في الأغنية. هلأ بحكي لك منتشر على الإنترنت، ودائما أنا عندي قناتي على اليوتيوب في ناس كاتبين إنه هيك القصة. بحكي لهم يا جماعة الخير هاي القصة مش مزبوطة، هاي أغنية من التراث بتحكي عن عاداتنا وتقاليدنا، إنه كيف الأهل. وأعتقد هذا هو السبب اللي بيخلوا الأغنية هاي، أول شيء لأنه لحنها بطيء وبيغنوها في آخر العرس، إنه كيف إحنا تركنا بنتنا تروح. تعرف هذا الشعور موجود عند كل أب وعند كل عائل، بيحكوها إنه مش مزبوطة، لا أو أخوها قتلها، لا لا لا. ويعني كثير منتشرة، منتشرة جدا وغير صحيحة، ولكن أيضا على إذاعات يعني صح صح. هذه القصة لا لا مش مزبوطة، وعمل عنها، مش عارفة مين يطلعها هاي القصة، وعمل عنها أيضا، عملوا عنها فيلم مسلسلات أو يعني لا مش صحيح، ذكروها في من ضمن المسلسلات، مش صحيح أبدا أبدا مش صحيح. طيب أنا مش عارفة مين ألفها يعني، حتى بالفيسبوك وبكل محل بصح لي أكتب وأحكي إنه أنا مش عارفة مين اللي ألف هاي القصة. يعني أنت مثقفة وكان والدك يعني أيضا نعم. مثقف وأديب يعني ما نعم. سمعت هذه القصة؟ لا 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 لا، حتى وأنا صغيرة ما كانش لها علاقة بأي حدا قتل أو حب حدا أو إلى، هو يعني أغنية من التراث. يعني هو يقال للمستمعين إنه إحدى الفتيات أجا شخص بده يطلبها، وأهلها ما قبلوه. لا مش ما قبلوه، هي كانت ما بدها للشخص هذا الشخص وكانت رافضة، فأجا أخوها وقف جنبها، أخوها قال لها قالت له يا أخوي. هلا هي قصة منطقية على معنى أخوها الكلام، أخوها لأنه والدها كان بده يجوزها لهذا الشخص، ووالدتها كان بده يتجوزها لهذا الشخص، لكن أخوها طب تعرف الأخ بيحن على أخته، فقالت له يا أخوي إنه أنا يعني ما بدي، فقال لها أنا بهربك في الليل. فيقال في القصة هي طبعا أخذها في الليل طبعا وذهب بها، فيعني وجوزها إنه تهرب. فالأم طبعا حكت للأب إنه البنت هربت مع أخوها، فلحقها طبعا قال الأب أبدا لا لا قتلها لا لا. وطبعا هي لما ضربها يعني بعدها ما حكت ما هاي الأبيات، فحكت هذه الأبيات. لا مش مزبوط أبدا مش صحيح، بليز أرجوكم مش هيك القصة. أنا هيك سمعت لو سمحتوا. لا أنا لا سمعت هذه القصة بهذه الطريقة. لا لا طيب ننسى القصة ونسمع الأغنية من مكيدي. يلا